دونك اولا الى جينا نشوفوا التمرين اللي عندنا في هاد لابارتي فورمولير هو هذا بادي من هنا هي التصويره من المشدود هذا هو الفورمولير اللي بغينا نحاولوا نصوبوا الى غادي ناناليزيوه ونحللوه غيبان لينا بانه كاين واحد الجزء الفوقاني مكتوبه فيه فيليير اش غتكون عباره على لابيل وفيها واحد سيليكت ومن بعد عندي لابيل اخر وسيليكت اخرى عاد دايرين واحد نوفيل سيونس ودايرين واحد الخط ومن بعد غنبداو في الدامين الا لاحظنا الجزء الاول مع هذا الجزء الاخر غادي نلقاو بان هذيك فيليير مع موديل ما جاوش مقادين في لالينيومون بحال هذيك اليمون دو لا كومبيتونس دات اور او كومونتير او تيب هذوك جاو قد قد نفس نيفو اما الفوقاني ما ماشي مشكل ما مرتبطينش بهم ياك لا ميم شوز فبالنسبه للتيب كور وكذا كذا ما عندها علاقه مع موديل اذا من هنا غتقدر تجينا هذا حل من الحلول فكره تاع نقولوا جي نصوبوا هذا الاول بوحده ولكن هذا الثاني هذا باش يجينا منظم بهذا الشكل وحنا باقي واحد الناس مبتدئين ما تنعرفوش السي اس اس غير خاصنا طاب مزيان دونك طابلو علاش لان كيبان لك هادو راه نازلين قد قد ستادير كي هما كاينين في تي دي وحده حيت تي دي غتبدا من نفس القنت هادو حتى هما نازلين قد قد هادو راه هما كاينين في تي دي لا ميم شوز بالنسبه لهادي ولا ميم شوز بالنسبه لهادي صافي دونك غادي نبداو بعدا نصوبو هاد الفوقاني هذا ما نديرو ليه لا طابلو لا والو وفاش نجيو نبغو نقادو هاد الوسطاني نحاولو نديرو ليه طابلو ونشوفو المشاكل اللي يقدرو يدارو لنا دونك قلنا دابا بوغ سامبليفي اول حاجه غادي نديرو فورم فورم راه كيكون وسطها شي حاجه مي بوغ لو مومون حنا كمبتدئين دابا كنخليوها خاويه ابخي غادي ندير لابيل لابيل شنو عاطيني هما يتما فيليير دو بوان وغادي تكون حداها اش واحد سيليكت هذيك سيليكت غادي يكونوا فيها لي فيليير اللي كاينين دونك اوبشن لي فيليير اللي الاستاذ ممكن انه يقريهم اوبشن وغادي نخدم مثلا قلنا غنديروا ديفلوبمون ديجيتال كاتبين لينا ديبلومات ونسد الاوبشن وغادي ندير لها كوبي كولي وناخذها ندير مثلا هاد الاستاذ ممكن انه باش يكون عندي جوج ممكن سيليكت تكون فيها اوبشن وحده ممكن الا كان هاد الاستاذ غير قرا فيليا وحده تكون عنده وحده دونك هنا عوض ديفلوبمون غادي ندير ليه الانفرا ستركتور انفراستركتور ديجيتال لكانت حتى هي كيقريها مزيان من وراها من وراها السيليكت كاين عندي واحد لابيل واحد اخر اللي هما موديل اللي كيقري الاستاذ ونفترضوا يعملوا واحد المجموعه ديال دونك لي موديل حتى هي فيها سيليكت اوبشن وغنبداو في الدال بلاتي ندير هنا كوم سا دونك هنايا في اوبشن هاد الاوبشن الاولى اشنو قلنا غادي نديرو مثلا ام 101 ميتي اي فورماس ونزيدو ليه واحد المهم هاد السده جو سيبوز راه كاينه ياك ديال اوبشن ها هي لا فيرميتور غادي ندير ليه كونترول سي كونترول في واحد الربعه وندير ليه مثلا دو اللي هويا بالنسبه للدي دي الباز دو لالغوريتميك واش ثاني ثلاثه هي البروغراماسيون اورينتي اوبجي دونك باش ندير لها بي او او والربعه هو هذا اللي كنقراوه اللي هو ديفلوبي لي سيت ويب ستاتيك ديفلوبي لي سيت ويب ستاتيك هادي نو بون كاينين بزاف صافي جو سي بوز ساليت انايا هاد الديكور الاول وغن دابا نحاول ندير ديك نوفيل سيسيون نعتبرها انايا لابيل عادي هي ماشي عادي تما جات فواحد اللون بدل نقدروا نديروها الكرا يعني الكري اللون ديالها كري نقدروا نديروه واحد الخط دونك حنا ماشي مشكل نديرو دابا غير لابيل كما كتشوفوا في وسط فورمولور ما نخدمش الا باراغراف ما عنديش باراغراف ونبدا اش 1 اش 2 ما نديرش داكشي دونك لابيل نديرو قلنا نوفيل سيونس وغادي نديرو حدا داك الخط هذاك الخط هو لا بالين اش ار يلا انا جربت دابا حد هنا فوالا سي بيان دونك ماشي سي بيان سي بيان بان ليا داكشي ماشي بحال بحال فاش شنو الفرق
وما عندهم شويه ديال لي سباس نازل داكشي عاد خدامين. ديك نوفيل سيونس جاتني هنا الفوق نيشان خصها تنزل فوالا. دونك ندير شويه كي كنقولوا اقل حاجه ممكنه. غادي نمشي لهنا ندير فين هي نوفيل سيسيون، حدا نوفيل سيسيون غادي ندير بي ار ياك، حدا نوفيل سيسيون قبل منها ندير ليها واحد بي ار، وماشي غير بي ار وحده، نقدر نزيد بي ار وحده اخرى. ينزل شويه فوالا، المهم على ليميت تنشوفو من بعد الا كنقدروا ميم الا غنكحزو هذا موديل. هنا جا ميشيل صافي، ما عندي ما نكحس، شفتو جا حدا بعضياته. يلا دابا اخي هاد الجزء كله غنديكوريه انا بطابلو. طابلو شحال قلنا غادي يكون فيه؟ غنخدمو لي لين اللي قدينا عليهم، كل لين غادي نبدا نعطي ليها شحال من تي دي، ها وحده ها جوج ها ثلاثه ها اربعه ياك. بعد كل لين فيها ربعه ديال لي تي دي، ونشوفو حنا لي لين اللي محتاجين. دونك غادي نبدا من ورا هذيك الاش ار، غنديفيني تيبل، ومن حقي نخدم دابا تيبل في وسط فورمولير، وغادي ندير ليه تي ار فيها تي دي الاولى، تي دي ثانيه، تي دي ثالثه، و تي دي الاخر اربعه. وغادي هذا بحال نقولوا هو الديكور اللي عندي باش نبقى مابقاش نعاودو كل مره. غادي نعاود ندير له كولي واحد ربعه مرات كل مره. دابا غنبدا ندخل انا نعمر. يلا عندي سيدي تي دي الاولى فيها هادي اليمون دو لا كومبيتونس اوبجيكتيف 300 كاركتر. دونك غنجي لهاد تي دي هادي غندير لها هكا اليمون دو لا كومبيتونس. هي شنو واقع لينا هنا دو لا كومبيتونس وديرلنا اونت بارونتيز اوبجيكتيف، ديرلنا واحد الاطوال، ابخي ديرلنا 300 كاركتر ياك. الا جربت شنو عندي شنو المشكله فيها، مشات ليا سطر واحد. دونك انا شنو غادي ندير لها هنا بي ار تو سامبلومون، غندير بحالهم نحاول نجيبها بحالهم، نشوف الديكور فين عندهم رجع السطر من ورا هذه كومبيتونس عنده غوتوغ على لي. دونك فين هي هي كومبيتونس، غندير ليها هنايا بي ار، و جو سيبوز هذاك الشيء الاخر اوبجيكتيف حداها اطوال، هنا واحد بي ار. هذا التحليل يعني كنحلل، ما كيقول لي حتى واحد ديري هاد لاباليز ولا هاد لاباليز، ما كيقول لي حتى واحد هادشي، انا اللي كنولي نفهم شوفه كنشوف وكنحول لي باليز. تري بيان، من وراء هذا دابا شنو كاين عندي في تي دي الاخرى؟ كاين عندي هذا، هذا شنو قلنا سميتو؟ تكست اريا. دونك غادي نجي لهاد تي دي الثانيه، جو سيبوز عزلت تي دي هنا واخا. تري بيان، دونك غنجي لتي دي الثانيه، اش غندير فيها؟ ندير فيها تكست اريا ونسد. هي تكست اريا بحال هكا بغينا نخليوها، نخليوها سينو غادي نزيدو فيها واحد لي زاتريب. شي هي تكست اريا الا غنشوف ما غتعطينيش تقريبا نفس الديكور اللي عندهم، هي جات عندهم واسعه واحد شويه. دونك هنا غادي نزيدو نتعرفوا ان في وسط تكست اريا عند سكون افير لي زاتريبي اللي ممكن انا كنت بقات تفكروا تزيدوهم. كولز كولز هما عدد بحال نقولوا العدد الكلمات في السطر، بحال غترسم طابلو، هي ماشي الدور ديالها طابلو. دونك هنا مثلا غندير هو باغ ديفو جو سيبوز كيكون شي 20 ولا هو باش كيعطيني داك الديكور كولز. وغادي نديرو روز، روز هو شحال باغ ديفو عدد السطوره اللي كيبان فيها. مثلا انا الا درت ليها هنايا خمسه نجربو نشوفها واش غت شفتو هذا شنو يعني اشنو هي روز؟ يعني بحال تقول كيعطيك تكتب في السطر الاول، السطر الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، هذه خمسه من وراها يعطيك تكتب، ولكن غتولي عنده هادي سي بون. هادي هي روز، والكولز هما هادو اللي كيتكون يعني الجمله طول الجمله اللي مكتوبه، ما تبقى غادي شحال وانت كتكتب عاد من بعد كينزل لك السطر الاخر. هادي هي الكولز والروز اللي كيكونوا في تكست اريا. تري بيان، دونك اشنو باقي ليا دابا؟ غندوز لتي دي لاخر ندير فيها تيب دو كور وندير واحد سيليكس. دونك غادي نمشيو تكست اريا تي دي تسد، من الافضل غادي ندير كل تي دي في سطر، نجيو هنايا نديرو ليه في هاد تي دي تيب دو كور. تيب دو كور غنجيو لهاد تي دي الاخيره اللي عندي غنديرو فيها واحد سيليكس. دونك غادي نديرو سيليكس
اوبشن و اوبشن غادي نبدا بهذيك الاولى اللي عاطيني هما شنو عاطيني فيها اوبشن شوازيسي دونك غندير شوا هذيك الاولى هي اللي كتبان داكشي علاش خصني نبدا بها شوازيسي ابري غادي ندير اوبشن وحده اخرى قلنا حنايا بالنسبه لي زوبسيون ديال الكور كيقدر يكون بري زونسييل او كيقدر اوسي يكون اوبشن ديستانسييل ديستانسييل فوالا هادشي اللي كاين ثلاثه والسلام دونك جو سيبوز سالينا هاد الاولى هاي شفتوا المهم حتى في الاخر وغنشوف كيفاش خصو يتسع خصو ياخذ ليا المساحه كلها ولا بدات الويد طيب نقدروا نزيدوا حتى لدابا وكيخليها تتبان لكم واحد المشكل لانه هذا الشيء غيبقى كيشيط لينا فانا غنجبدوا بالويد كما خدمنا في لي تي بي سابقين دابا هاي شوازي سي عندها خدامين مزيان الا مشيت شفت شنو خاصني دابا خاصني هذيك اش ار هي علاش كاين المشكل دابا اش ار كي غندير ليها في وسط تيبل اون با كريي ان سول طابلو هنا ديرو اش ار ممكن وغندير اون سوليسيون حنايا سور هانت دي سي دي ديالي الاولى غندير تي ار الاولى السطر الاول غندير تي ار تي ار وحده السطر هذيك الاش ار غنعتبروها سطر غنعتبروها اون لين طابلو اون لين طابلو اللي فيها تي دي وحده تي دي غندير ليها كول سبان اربعه شنو هي كول سبان اربعه فوالا تيسع مع راسها تجر كلشي او هي في وسطها فين غندير اش وي هادي دابا حيت ماشي بوردر هادي راه خط شفتو هذا خط ماشي البوردر طيط محطوط صافي اللي اللي فيها خط كما شفتو هذا هو الحدود ديال التيبل دابا انا عندي هادشي كي قلت لكم كاين شي تخاوي الا بغيتو يتجبد اوتوماتيكمون غادي نرجع لهاد التيبل باش نبقى من المره الاولى فين هاد التيبل هنا ونديرو ليها ستيل ويد ايكال 100% باش ياخذ ليا كاع داكشي اللي عنده في لاباج شفتو ودابا ملي تجبد داكشي ولا كيبان هكا صافي كيما هاي درت وحده غنزل على الفريم بحال بحال دونك لاخرى شنو فيها لاخرى فيها دات هنايا شحال غيكون عندي من سطر عندي غادي ندير واحد تي اف الاولى اللي غنحط فيها هادو تي اف وحده اخرى اللي فيها اربعه التبيض تي اف وحده اخرى فيها هادو عاد تي اف ديال الاش سي بون دونك قلت لكم العدد ديال تي اف على حساب الخدمه اللي كيجبان ليا تما صافي دونك الا مشيت عندنا دات دو نيسونس ياك خاصنا دات ماشي دو نيسونس دات دو سيونس ها هي تي اف دابا ديجا انا قلت لكم خديت قبيله ديكور في اربعه ديال لي تي دي هنا غندير ليها دات دو لا سيونس هي عباره على ان سيليكت دات دو لا سيونس هي هادي سي لابيل سي سي لابيل هنا نديرو لا لابيل نسيتو واخا كون ما درناهاش سافا مارشي مي خاصنا نديرو من الافضل خاصنا دائما نبقاو نديرو دات دو لا سيونس لابيل سي بيان باغ لا سويت هنايا قلنا غنديرو واحد سيليكت سيليكت اوبشن وقلنا الديكور ديال لا دات غنكتب فيه التاريخ بحال هكا بحال اليوم غنديرو ماردي شحال عندنا 23/11/2021 بحال هكا بغينا الديكور انا حيت كندوي على شي سيت اللي وريتو لكم كيفاش خدام وحنا بغينا نصاوبو بحالو دونك ها هي نورمالمون كيدار فيه 7 ايام ولا على حسب لا لوجيك ديالهم وغادي نجي نبدل مثلا هنا غندير ليه لاندي المهم قبل خاصنا نخدمو على نهار قبل باش هذاك السيد اللي غادي يدخل لانفورماسيون دخل داكشي اللي فاتو ماشي شي حاجه باقي كاع ما خدمها ويدخلها دونك لاندي بلا ما ندير الحد حيت هذا السيت ديال القرايه ما غنقراوش الحد نديرو سامدي سامدي غادي شحال يكون فيه 19 فوندرودي 20 هذا 20 لا بلاتي 20 نشوفو المهم نقدر ما حيدنا غير الحد هذا 19 و الاخر دابا جودي
هنا نديرو ليه 18 وهنا شنو الاخر هذا فين وصلنا ميركوري بحال عطيناه سيمانه هذا فيه 17 وهنا كنفهموا بان هذا السيت هذا غيمكن الشخص انه يسجل السيمانه اللي فاتت كلها الا تعطل ولكن قبل ما يمكنش فهمتوا الى الاستاذ مثلا غير يدخل الحصه بغى يدخل شي حصه ديال الشهر اللي فات اللي عنده كيدير حنا منعناه هذه اولا باش نعرفوا ان هاي الا منعتيه راه مشكلتك خصك تشوفوا غير بالدوجيستي واش من حقك تمنعو ولا ماشي من حقك داكشي هما اللي كيفرضوا عليك ماشي انت بغيتي جاوك لي زوبسيون كثار وبغيتي تنقصهم هذه هما اللي كيشرطوا علينا الشروط واش حنا هاد الاستاذ غنعطيوه الحق انه يتعطل سيمانه عاد يسجل ولا لا هذه اولا ثانيا نتوما كما كتشوفوا هاد القضيه اللي كندير فيها انا كوبي كولي راه هي في الاصل عندها طريقه اسهل نقدروا حنا هاد لو ميم اكزرسيس نمشيو نعاودوه فاش نتعلموا جافا سكريبت وما نديرش هكا باش انا كوبي كولي ونبقى نبدل فيهم بوحدهم نولي ندير اون بوكل اللي كتجينيري ليا اوتوماتيكمون شوره باينه من 23 وانت نازل بوكل نازله اوتوماتيك تعمر ليا حتى ب 1000 ماشي شغلي فيها تعمر ليا حتى ب 1000 سي بون دونك هادو الصراحه ما كيتخدموش هكا احنا دابا حيت ما تنعرفوش جافا سكريبت مزيان سي كاينه كالندر بوحدها تاي كتجبدها ولكن هما هكا كيف معمرينها حيت كيقول لك الا عطيتي كالندر غيجي الاستاذ يسجل لك الحصه ديال العام اللي فات مثلا فهمتي كلشي ممكن ولكن انت تشوف اش من حق هذاك السيد ولا الشخص اللي نسيت يدير فهمتي مثلا الا كان سيت كيتسجلوا فيه الناس حنا بغينا نعطيو ما 3 ايام احنا كنحسبوا ديك 3 ايام وتنبلوكيه اكسيتيرا ماشي اش ممكن ندير نقدر ندير انا اللي بغيت ولكن على حساب شنو الشروط اللي كاينين في هذاك لو سيت والخدمه اصلا ديال داك السيت كي دايره واخا دونك درت لا دات دابا هنا تي دي دات هنايا غنديرو افكتيف ابسون افكتيف ابسون في هاد تي دي هادي حتى هي هنا غادي تحتاج واحد سيلك حتى هادي باينه بانها راه غير غادي نسلكوها وصافي اما هادي ما كتخدمش بهاد الطريقه اوبشن كنكتبوا فيها بحال هكذا كنديروا قوس صفر ستاجير ياك وهما كي قلت لكم الا كان قسم الا كان قسم عندي فيه كان قسم عندي فيه 25 ستاجير راه خاصني ندير انايا بحال هكا نجي وندير 25 مره وكان نقدرش نتبعها هذه خاصتها بوكل باينه فيها بوكل اللي كتعمر وحنا ان شاء الله في جافا سكريبت نعاودوا هذه بسيطه ماشي وكتبدا واحد جوج حيت يقدروا يغيبوا لك القسم كله مثلا ما كانش فراسو شي حصه ولا شي حاجه وغاب الاستاذ خصو يدخلها ان غياب كيكتب راه غاب هذاك القسم كامل سبعه حنا غنديروها بسبعه صافي دونك هادشي اللي كاين جو سيبوز كو ستار الاول لابيل فاش نسيتو في هادي اها دونك غادي نديرو ليه لابيل او دابا وصلنا لهاد السطر هاد السطر الاخر هذا بحال هاد الاخر ياك غندير له كوبي كولي ونبدل فيه اور دي ماراج دونك غنمشي للتي ار من بدات ها هي التي ار هاد التي ار هادي كونترول سي وندير لها كونترول في واخا دونك نشوفو شنو خصو يتبدل عندي فيها اور ديماراج هنايا عوض دات غادي نديرو ليها اور ديماراج والاور غادي يمشي ماشي هكذا غادي يمشي قلنا غادي يديرو بحال هما بداو لينا 8 هو غادي تنزل نتايا 8 وتبقى الا كنا غتمشيو بنص ساعه شوفوا الفكره انا غنمشي مثلا بنص ساعه 8 ونص غتبقى تابعهم عندك بزاف ديال لي زوبسيون سعود حتى هادي راه نفس الهضره غتحتاج اون بوكل ما تتبقاش انت تكتبها الا بغيتيها بحال هاد لافيشاج العشرة المهم انا غنستوبي هنا ولكن هي خاصها تمشي حتى لستة ونص حتى لاخر وقت ديال القرايه يعني الاستاذ تيدخل كيقرا من 8 هي بصراحه كاع ما خصهاش تبدا مع 8 ولكن المهم حتى ل 11 المهم انا عندي حتى ل 10 ونص
ابخي شنو دايرين لين هنايا دايرين لنا اورف صافي دونك مزيان هاد اورف هادي غادي نديرو ليه كوم سا كونترول سي هنا غادي نديرو ليه اورف وغادي نجيو نحيدو هاد الاوبشن وندير ليه هاد الاخر وهنايا من بعد كيكون عندي تريتمون من بعد فاش نمشيو حتى الجافا سكريبت غنوليو نفيريفيو ان الاستاذ ملي كيدخل راسو راه غيقري مع 8 ونص ولا غيقري مع 10 ونص هي اور ديماج ما يمكنش لي يكتب ليا غنقري مع 10 ونص وغنسالي مع 8 ونص فهمتوا هادي ملي كيكتبها خاصها تطلع لي غلط حيت هو الا بداها مع 10 ونص لا دات دو ديبي خاصها تكون اصغر من لا دات دو فا هاد الخدمة حتى هي كنديروها بجافا سكريبت كنتريتيوها بجافا سكريبت سي بون دونك جو سيبوز كو الاولى دازت دابا غادي يبقى ليا نفس الهضرة ديال تي ار ديال السطر دونك غادي نديرو فيها حتى هي تي دي كول سبان مهم نقدرو نديرو ليها كوبي نيشان هنايا غادي نديرو ليها الاش ار وصافي خصنا نسدينا كلشي دونك سي بيان الا جربت فوالا ها هما هادو تقادو من هنا بعدا بدا كيبان ليا شي ديكور ما كيتشابهش شنو هما لي سيليكت سيليكت عندي شوف هما كي عندهم منظمين قد قد انا عندي كل خدات قياسها السويع الكلام اذا خاصني نجبدها بواحد الطريقه يجيو قد قد هاد نجبدها سي الويد ياك هي الويد دونك غادي نمشي للكود ديالي فيما كانت عندي واحد سيليكت غندير نفس الويد عليهم كاملين مثلا نمشي هاد سيليكت وندير ليها ستيل نعطيها ويد ايغال ما نجربو نديرو ليها مثلا 30% شكون هادي هادي اللي فيها سوايع دو فا ماشي ايغال جو ميكسكوز دو بوان 30% نجرب بعدا كي غتخرج ليا الويد بدي كومس نشوفو هادي الاخرى ما عطات والو غادي لا غنديروها في سيليكت نديرو لها 100% ها هي شتي سيليكت هي كتاخد 100% ديالها هي تي دي هي البارنت اللي عند فيها دونك صافي غنزل على الاخرين كله غناخذ اليوم هاد سيليكت ديال كاملين يكونوا بحال بحال كونترول سي ونمشي نقلب على لي سيليكت ديالي داكشي باش مزيان نكون تيستينا من الاول ملي يلاه يكونوا عندي جوج ديال لي سيليكت نشوف دوك هادي ماشي هي هذيك موديفي من المره الاولى صافي هذيك قلنا السطر الاول ما يمكن ما عندناش مشكله فيه فوالا دونك نشوف شنو عندي باقي دات باقي دابا كومونتير وليست ابسنس دونك غادي نجي هنا نفس الفكره هي غير غتفهموا برينسيپ وكينزل بنفس الفكره دونك ها هي تي ار اللي وصلت ليها فيها حتى هي هنايا واحد لابيل كومونتير دو بوين وغادي نمشي تي دي ونزل تي دي الاخر وندير فيها تكست اريا تكست اريا هذيك الاولى اش درت فيها يمكن كولز عطيتها 27 وروز عطيتها 5 نسدو تي دي ونشوفو تي دي لاخر شنو عندنا فيه عندنا فيه ليست ابسنس دونك لابيل ليست ابسنس حتى هو يا تكست اريا هذا غنكتبو فيه يمكن الاسماء قلنا ديال الدراري اللي غيبو دونك حتى هو واحد تكست اريا مزيان باغ لا سويس اش غادي يبقى ليا يبقى ليا هذاك تيب سيونس دونك غادي لي راديو بوطون نشوفو واش سدات لينا تي ار ها هي تي ار هنا غادي تسد تري بيان
دونك غادي نجيو لهذيك تي ار دابا تيب هنايا تي ار الاخرى عندي فيها هنايا تيب دو كور ها شوف هنايا تيب دو كور اشنو عاطيني عاطيني كور سي سي و اف ام وصافي وما عاطيني حتى حاجه وحده اخرى شنو ممكن ندير تيب داشي دو كور ياك دو لا سيونس يمكن ندير دو سيونس مهم هنايا غادي نسد هاد تي دي ونجي لهاد تي دي الاخرى قلنا الا بغينا نعطيوها لي راديو بوتون هما انبوت تيب ايغال راديو واش ما نساوش هي النيم تري بيان باش ينتميو لنفس لا ليست دونك هادي مثلا غنسميها ليست ولا نسهل عليا غندير ال ا وي لابيل هنايا نسيت لابيل نديرو ليه تيب دو سيونس فوالا هنايا قلنا غاديو الان شنو غادي نحطو فيها كور غادي نعاود نفس الهضره كونترول سي غندير لا كونترول في غادي نعطي ليه هنايا سي سي كونترول بلاص مشات قرات ليا ونديرو كونترول في ونديرو لي اف ام مزيان نجربوه ولكن لي تي دي الاخرين بقاو خاويين نجربوه واخا نشوفو بعدايا واش غيعطينا الشكل سي بون ما محتاجه لا كول سبان لا والو الا درتي كول سبان تقدر تشتت لينا هذيك نقدروا نجربها مي غادي يقدروا يتجبدوا ياخذوا داك الربعه اشنو باقي ليا باقي خاصني واحد البوطون ياك باقي خاصني واحد لو بوطون دونك هذاك لو بوطون غادي نجي تي دي غيخاصني واحد تي ار الاخرى ما دايرهاش دونك هنا غادي نديرو واحد تي ار اللي غادي يكون فيها تي دي الاولى فيها دابا لو بوطون قلنا كاينه انبوت تيب ايغال بوطون درناها المره فاتت دابا غنعطيكم كاينه بوطون كاينه لا باليز بوطون نيشان وفيها واحد تيب اللي كدير ليه تساوي كتقدر دير ليه بوطون ولا روزيت ولا سابميت ولا مونيك ولا حاجه عندها هدف ديالها الا درنا ليه غير بوطون عادي صافا مارشي من بعد حنا نبقاو نخدمو بسابميت اللي هو كيفاليدي لنا لي فورمولير باش نكملو في البي اش بي وهنا فين كتحط ما بين الفيرميتور و لوفيرتور ديال هاد لاباليز بوطون هنا فاش نحطو سميتو هما اش كاتبين لينا فيه فاليدي اولا الفاليو ديالو فاليدي لا سيونس ياك فاليدي لا سيونس شوف فاليدي لا سيونس صافي هادشي اللي كاين دابا غادي خاصني نسد تي دي ما عرفتش واش سديتها ولا لا دونك هي غنسدها وغنكمل لي تي دي الاخرين باش ما نديرش لي كول سبان ويمشي ليا يتجبد لا ميم شوز تي دي الثالثه والرابعه ونسد تي تي ار جو سيبوز كون افي فوالا دونك هادشي اللي كاين انا اللي ما عجبانيش هنا هما هاد الجوج هادو بان لي هادشي كبير نقدر نقص هاد 100% ندير لها 80% وشي حاجه بان لي هذا جا ملاصق ماشي بحال هادو شويه كاين هنا واحد شويه ديال السباس اشنو هي فين شواج دي سينسي تاع قبيله دونك غادي خصكم تزيدوها في اوبسيون قبل ما نديرو درتها درت شواج دي سينسي هذيك نسيت ما درتش ليها الكولي ما خديناش ليها دونك فوالا هذا باش تكون كي كيقول لك لو تري ديال لا موديفيكاسيون هاد المرات كيكون كثير علاش حيت تبقى تبقشش فين تموديفي وكتنسى اللهم تقول كون درتها من الاول صحيحه ما عرفتش دابا الا حيدنا ليها 100% نديرو غير 80 ودابا ما غنبقاش عاقل انا فين كنبدل كاين اللي غتبقى فيها 100 وكاين اللي غتبقى فيها 80 المهم لو برينسيپ هو هذا الا درت فيها 80 باش يشيط ليا شويه لاسباس هاد سيليكت هادي هي شوازيست هي اللي ما درناهاش فيها دونك غنديروا ليها 60 الويد ونديروا ليها 80% شوفوا الا بانت لينا شي وحده فوالا هادي نديروا ليها 80 ونجرب المهم ما غيكونوا شي وحدين بقاو ليا فيهم 100% فوالا نقدر شفتوا هادي ما درت فيها 80 غادي تجيني هكا شيط ليا شويه ديال السباس المهم هنا غنلعبوا على حساب جهدنا حنا داكشي اللي كنعرفوا كوتي ديزاين بلاش تعمل حد الساعه صافي نعم
لو بوتون لون ديالو الباك جراوند كولور حنا قرينا هذيك المره نقدروا نزيدوا ياك لو بوتون في الفاليدي لا سيونس نقدروا نمشيو ليه ونزيدوا ليه الباك جراوند كولور حيت عارفينها مي بوغ لانستون ماشي مشكله ما كناش عارفينها ما نديروهاش وصافي حيت قلنا غنخدموا غير هادشي حنا دابا اللي كنبروبوزي راه يقدروا ما يكونوا خدموا اوتومون دونك نديروا ستيل حنا كنخدموا بداكشي اللي كنعرفوا باك جراوند كولور ونحاول ناخذ جرين نشوفوا هاد جرين واش عنده شي حاجه غيجيني هاد جرين غامق هاد الجرين عندهم هما غامق نشوف الا عطاني هنا الباليت ديال الالوان وناخذ شي واحد فاتح ملي كناخذ شي واحد فاتح كما كتشوفوا الفوق كيعطيني الاف جي بي دويت على هذيك المره قلت بان الالوان كيكون فيهم ميلونج تخلاط ديال ما بين الاف ريد والجرين وبي هي البلو هو انت كتختار هو تيحدد لك لو كود اكزاديسيمال كيعطيه لك اكزاكت ماشي بالضروره تكون حافظ انت عاد تكون فاهم هادشي وصافي الا تعطى لك شي كود تكون فاهمه وسلام الا كانوا الوان لهم اسماء بحال الجرين والبلو داكشي الاساسيه داك كاين شي حدين اخرين تيكون واحد التخليطه معينه ما ماشي بالضروره عندها سميه فوالا دونك ها هي ما جاتش هي داكشي اللي بغينا بالضبط تقدر ميم تمشي تجيب اللون اللي بغينا بالضبط فوالا دونك هذا هو جو سيبوز لوبجيكتيف ديال هاد بلو تي بي واحد 90% صافي